هل يمكن في زيارة منشأتين أساسيات المنظومة الصحية الوطنية؟ المنشأة الأولى هي الصندوق الوطني للتضامن الصحي، واللي أنشئ منذ سنة، بدأ العمل منذ سنة تقريبا، وفات وصل 100 تقريبا وشي زايد على 50 ألف مشارك مؤمن. وشفنا المسار اللي قبضه المؤمن ما عند تسجيله لين تسلم بطاقة المؤمن، وأكدنا خلال الزيارة على أهمية هذا الصندوق وكيف تعرف هو التأمين الشامل، يشكل ركيزة أساسية من برنامج طموحي للوطن